ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الصحافة، ومعانا النهاردة الأستاذ عادل سنهوري مدير تحرير جريدة اليوم السابع. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير المشاهدين جميعا. هنستعرض دلوقتي أهم الأخبار في الصحف النهاردة، وبعدين هنقول كل خبر بالتفصيل. معانا من جريدة الأهرام الصفحة الأولى: انفجار مفاجئ للعنف أمام مجلس الوزراء. المصري اليوم الصفحة الأولى: الاستشاري يعقد جلسة طارئة واستقالة عضوين احتجاجا على العنف غير المبرر. الشروق الصفحة الأولى: مصر تتحرك في الصناديق وتتعثر عند مجلس الوزراء. المصري اليوم الصفحة الثالثة: الإسلاميون يقتربون من تحقيق الأغلبية في البرلمان. الشروق الصفحة الثالثة: 200 شكوى من القضاء بتجاوزات المرحلة الثانية. الشروق الصفحة الأولى: قانون انتخابات الرئاسة على مائدة الاستشاري، تتبعه إجراءات لجنة الدستور. المصري اليوم الصفحة الثالثة: منصور حسن ينفي توقيعه وثيقة تطالب بلجنة مستقلة لوضع الدستور. المصري اليوم الصفحة الثالثة: المصابون في واقعة الحواوشي أثبتوا بيانات وهمية في المستشفيات. الأهرام الصفحة الأولى: تحقيقات في أوروبا لاستعادة أموال مبارك وبن علي. نبدأ بأول خبر من الأهرام. طبعا يعني هو الخبر اللي احنا ما زلنا عايشين تفاصيله حتى الآن، من امبارح لغاية من أول امبارح يمكن، أو امبارح من فجر يعني الجمعة لغاية النهارده، هو اللي حصل قدام مجلس الوزراء. يعني طبعا يعني في كل يعني الحدث مش هنفصله عن الحدث اللي فات أو اللي قبله، يعني في دايما في ربط بين الأحداث اللي حصلت قبل كده، سواء في مزبيرة أو في محمد محمود أو حتى في ميدان التحرير، ثم أخيرا الحدث ده، إنه فجأة إحنا بنفاجئ بإن الأحداث بتشتعل مرة واحدة، تحول فجأة لأحداث عنف في ساعات قليلة، بنلاقي عدد كبير من المصابين، عدد من المتوفين، بدون ما نعرف إيه الأسباب اللي أدت إلى ذلك. وفي كل مرة بنشكل لجان تحقيقات ثم لا تسفر عن شيء، يعني ما فيش حتى الآن لا في مزبيرو حصل تحقيق، ولا في محمد محمود حصل تحقيق، ولا في 19 نوفمبر حصل تحقيق. يعني حتى هذه الواقع قد تمر، وده اللي أدى هذه التراكمات اللي بتأدي دايما إلى حالة الاحتقان ما بين الطرفين. يعني أنا مش عاوز الواحد ياخد موقف مسبق نقول لا ده القوات الأمن اللي كانت موجودة أو الجيش اللي كان موجود هو السبب، لا ده المعتصمين هم السبب. يعني مين إيه اللي بيؤدي فجأة إلى اشتعال الوضع بالشكل ده ووقوع هذا الكم من المصابين؟ يعني حتى الآن هنتكلم تقريبا هيوصلوا 600 آخر رقم، وستة مصابين وفقا لآخر الأرقام اللي حصلنا عليها. يعني ايه اللي بيؤدي لهذا العنف المتبادل؟ لا احنا نسينا ان احنا كلنا مصريين، يعني هي المساله بنضرب في بعض بالتاكيد. احنا محتاجين دلوقتي، طيب هل يعني لو تكرر لو سيبنا بقى دلوقتي من محمد محمود لشارع مجلس الوزراء، هنروح لشارع التحرير ناخدها شوارع، ولا ايه الموضوع؟ يعني امتى تنتهي هذا المسلسل؟ يعني هذا المسلسل انا ما بسميه مسلسل عبثي، هؤلاء الناس متظاهرين ثم بعد ذلك عندما بالطول المده احنا لو هنراقب كده اللي حصل برضه في 19 نوفمبر كان جاي بعد فتره من اعتصامات، دخل طرف ثالث برضه، هو اللغز اللي احنا دايما بنبحث عنه في كل حدث، بيخرب بقى اي حاجه في كل حدث. لانه كانت المؤشرات قبليها، يعني حسب احنا مراسلنا حتى اللي كانوا موجودين في الميدان مراسلين يوم السابع، انه بداوا يتكلموا عن حاجات غريبه بتحصل، بداوا يتكلموا عن عربيه نص نقل جايه وجايبه الرخام مكسر في شوله ومحطوطه على جنب، يعني مجهزين الحاجات اللي هيضربوا يعني بيها بتتكلم. طيب يعني اوكي حصل ده، في طرف بيتحرك، في طرف له مصلحه ان الوضع لا يستقر، في النهايه في حاله استفزاز، حاله الاحتقان الموجوده اللي هي بتحتاج للحظه اشتعال دي المستمره. طب لمتى يستمر هذا الوضع؟ ومين اللي من مصلحته في ظل هذا المشهد الديمقراطي الجميل اللي احنا عايشينه، مين مصلحته انه يشوه هذا المشهد؟ مين مصلحته ان احنا نظل في حاله عدم الاستقرار بالشكل ده؟ هل احنا فقدنا يعني الرجل الرشيد او العقلاء ان احنا نوصل للحوار؟ فقدنا اليه الحوار ما بين مطالب المعتصمين وما بين على الاقل الحكومه او المجلس العسكري اللي يعني يجب ان نستمع الى صوت هؤلاء؟ هناك مطالب فلنجلس على مائده الحوار. يعني المسألة برضو محتاجة من الطرفين، أنا بحمل برضو كل الأطراف المسؤولية. يعني إذا كان أنا ضد العنف الغير المبرر فأنا كمان
عنف من الطرفين. يعني انا وجهه نظري امبارح برضو استخدام المولوتوف واستخدام الطوبة والاخره والاشارات بذيئه برضو من الطرف الثاني والاعتداءات والكلام ده وسقوط لهذا العدد من القتلى، يعني كل ده يجب ان ندين ويجب ان نرفضه تماما ويجب يتم التحقيق فيه. ولكن هي المساله هل هننتقل من الى حروب شوارع ان الدم يسيل في كل شارع؟ يجب ان نصل دلوقتي الى نقطه التقاء الى اللجوء الى الحوار الى الجلوس انه مجلس العسكر او الحكومه الدكتور الجنزوري تجلس الى هؤلاء سواء احنا او الحكومه او البلد تستقر بالتاكيد لانه واضح فلازم انه نتفق مع بعض يعني نشوف يعني هنعمل ايه مش نفضل نضرب في بعض كده طول يعني الوقت يعني الناس دلوقتي اعتقد وعي الناس دلوقتي بيلتقط بعض الاشارات كل عندما تهدأ وكل ما الامور تستقر يتوقع الناس بتتوقع انه لازم هتحصل حاجه انه في حاجه في طرف اخر هيدخل بيتحرك بيعبث لاشعال الوضع. لكن دلوقتي المطلوب اذا كان مجلس الاستشاري اللي شكله المجلس العسكري يمكن ده مرتبط بالخبر الثاني اللي هو الاستشاري بيعقد جلسه يعني الاستشاري دلوقتي مجلس الاستشاري اتخذ موقف في بعض الاعضاء قدموا استقالته وبعض تراجع عنها ثاني على اساس انه قدموا في مطالب دلوقتي من المجلس الاستشاري للمجلس العسكري وهي التحقيق الفوري وفي خلال 72 ساعة بتظهر النتائج معالجة المصابين ووقف العنف بشكل مباشر تعويض المصابين والشهداء تاني في متضررين دايما بالتأكيد. بالتأكيد فهي مسألة احنا محتاجين أن نوقف هذا العنف نوقف هذا أقول الموت المجاني والدماء المجانية اللي بتراق على في الشوارع وسط البلد على الأقل للخروج من المأزق الحالي لأن احنا لو أعتقد لم يخرج تحقيق عادل وبشكل منصف ويظهر من المسؤول ويحال إلى التحقيق عن هذا المشهد سيتكرر لأنه ده تراكم احتقان متراكم بيحتاج دايما للحظة سواء بقى ماتش كورة سواء دولاب اترمى أو سواء طبق صيني اترمت أيا كان بيحتاج ينفجر على طول بيحتاج بالضبط للحظة لشرارة تشعل هذا الوضع ثم يتحول المسرح الى الشكل اللي احنا شايفينه ده. فاحنا يعني من هنا احنا بنطالب وقف هذا العنف اولا وكل مره بنقول الكلام ده نلجا لازم يجب مساله المسؤولين ايا كان من خلال لجنه التحقيق اللي شكلها النائب العام بس نرجو انها تظهر النتائج على وقف العنف فورا مساله انه تعويض المصابين والذين سقطوا جراء هذا العنف ثم بعد ذلك يجب ان نتوقف كل هذا نلجا الى الحوار ونستمع لاصوات هؤلاء المعتصمين لانه مش معقول ناس معتصمه بقى لها اكثر من اسبوعين ثلاثه بدون ما حد يستمع ليه. فعشان كده ده يمكن المجلس الشاري زي ما قلت انه كان امام مازق لانه الموجودين في المجلس الشاري يعني هم مفروض بيعكسوا التوافق المجتمع او الالوان الطيف الموجوده السياسيه الموجوده او القوى السياسيه اللي في الشارع حاليا فبالتالي هم امام مازق ان هم على الاقل الخوف ان هم يكون هذه الاحداث تمر فبالتالي يتهموا بالتواطؤ وبالصمت على الاحداث مجلس الوزراء. فلذلك هم امبارح كان هناك اجتماع طارئ خرجوا بعده مطالب اللي هي اهمها اللي احنا ذكرناها بعض الاعضاء استقالوا يعني احتجاجا على من وجهه نظرهم على العنف غير المبرر ده فبالتالي يعني احنا محتاجين بالفعل لانه مش عايزين نخش في المأزق اخر لانه معنى ذلك انه المجلس الشاري هو الاخر يعني يستقيل فبالتالي انه وضعنا تاني عقبه وضعنا هيفضل يسوق وهنفضل نغير في مجالس ومش هنستقر يعني احنا بنقول ان احنا خلاص ده يعني تحركنا نشوف بقى الناس هتشتغل ازاي نسيب لهم فرصه بس يشتغلوا ما عجبوناش يمشوا بس ما نبقاش بس لازم على الاقل علشان ما نسيبش يعني اي ندوب صح. في العلاقه ما بين الامن او ما بين الحكومه وما بين المعتصمين يجب ان يكون في هناك تحقيق عاجل ويجب ان هو على الاقل محاسبه هذا المسؤولين صح. ثم بعد ذلك الاستماع لصوت هؤلاء ثم الوصول الى نقطه التقاء ما بين المطالب وما بين الواقع. طب هو الخبر الثالث برضو مصر مصر تتحرك في الصناديق وتتعثر عند مجلس الوزراء. عنوان جميل في الشروق بالفعل انه يعني اعتقد المشهد الديمقراطي اللي احنا بنشوفه وتعبير الحريه بغض النظر عن النتيجه انما في النهايه في شعب اتحرك بدافع ان هو بيمارس حقوقه الديمقراطيه حقوقه الدستوريه في التصويت واختيار من يراه مناسبا. الدافع الاساسي الناس اتحركت بدافع انه الحاجه الى الاستقرار الحاجه الى العبور من المرحله ديت او الخروج من المرحله ديت
بسلام، شايفين انه المدى الزمني خلاص لتسليم السلطة المدنية اصبح قريبا او على وشك، فبالتالي انه شايفين انه المرحلة الاولى للخروج من المأزق الحالي او من الأزمة الحالية اللي احنا بنعيشها هو على الاقل يكون موجود سلطة تشريعية، يكون موجود مجلس شعب، يعني بغض النظر على التفاصيل وبعض التجاوزات والاخره، ولكن هذه التجاوزات لا تؤثر كثيرا في المشهد الديمقراطي الجميل اللي احنا بنشوفه في الانتخابات سواء المرحلة الاولى والمرحلة الثانية. الخروج ده من الشعب اللي ظل صامتا فترة طويلة ولا يخرج انتخابات ثم نراه يخرج بهذه الاعداد بهذه الملايين، فاعتقد انه دي كانت رسالة حضارية جدا انه هذا الشعب يستحق ما هو افضل، يستحق للديمقراطية. فبالتالي انه احنا شايفين انه بالفعل اصبح هناك في اتجاه وفي رغبة في التغيير، وفي مش عايزين نحبط الناس، وفي نفس الوقت ان شايفين الغموض والضباب اللي احنا شايفينه سواء في محمد محمود او عند مجلس الوزراء او في ميدان التحرير، يعني اصبح يعني هذا المثلث تحول الى لغز بسبب انه محدش ما عندوش رغبه في الحل، او في طرف يعني عاوز الوضع ده يستمر بالشكل ده علشان تحقيق هدف ما. يعني اعتقد ان محتاجين وعي ومحتاجين يعني يبقى في خلاص في النوايا، انا مش عاوزين مساله ان البلد دي مش مقامره، يعني مش ورقه قمار على ترابيزه قمار، يعني محتاجين انه يبقى في نوايا خالصه من كل الاطراف للعبور بالمرحله الحاليه. اذا كان من مطالب بان العسكري لازم يمشي فالعسكري اوكي، مجلس العسكري اعلن انه على نهايه شهر يونيو هيسلم المساله، فطبعا ندي نهدى قليلا، ندي فرصه، مش هكسب كل شيء في الحوار، على الاقل لما تنازل عن مطلب وحقق مطالب اخرى، فدي اللي احنا محتاجينه في الفتره الحاليه حتى تعبر مصر من خلال الصناديق ومن خلال التجربه اللي احنا بنشوفها بغض النظر عن النتائج، يعني قد يكون لنا ملحوظات عن النتائج، انما في النهايه دي رغبه واراده الشعب. ايا كان كيف اختار او كيف تم توجيهه الى اخره، انما هذه رغبه افرزتها الصناديق، فدعونا يعني على الاقل مساله بتسير نحو التغيير بدايه من بناء المؤسسه التشريعيه ومؤسسه مجلس الشعب.